اسمحوا لي طبعا ان انا اقدم خالص العزاء للقوات المسلحه. واحنا فقدنا امبارح 15 بطل من ابطال القوات المسلحه. بنعمر وبنكبر وبنبني، وفي ناس بتموت عشاننا حرسانة على الحدود. لازم نقدم لهم كل التحية. ولما قدمت حلقة الجيش مع الأطفال كنت يعني نفسي أعبر بحاجة صغيرة جدا على أن يعني نقول لكم أنتوا ناس عظماء، ومهما عملنا ومهما وفينا يعني مهما شكرناكم مش هنوفي أي حاجة من اللي علينا. أمهات الشهداء يعني بقاء لله وفي الجنة إن شاء الله. وكل واحد فينا بيكبر، زي أنا مثلا دلوقتي وأنا بعالج وبنقضي حاجة الناس وبنخلي ناس تبتسم وتضحك. كل ده بفضل ربنا وفضل ولادكم اللي مهيئين لنا المناخ إن احنا نقدر نعمل ده. النهاردة الناس وهم قاعدين في حملة السمنة بيهتفوا يقولوا تحيا مصر، لأن هم الناس ابتدت تحس إن الناس واقفة جنب بعض والناس بتساعد بعض وإن الدنيا اختلفت. وبنحاول إن احنا ما نخليش حد تعبان حتى لو الظروف صعبة.